كنظن بان الرساله واضحه، كلشي كيشوف النجاح ديال المسيره، حضور مكتف ومهم، وجميع الطبقات كلشي ممثل، نساء رجال اطفال شيوخ، المجتمع كله ممثل. المجتمع كيصيفط، المجتمع المغربي كيصيفط واحد الرساله للمسؤولين ديالو، لا للتطبيع، من حقهم اليوم في 2024 2025 مفهوم ديال السلطه كتستجب مع الراي العام ديالها ومع الشعب ديالها، وكتستجب للطلبات ديالها ديال الشعب. ملي الشعب كيقول لك لا للتطبيع، ف على المسؤولين انهم يستجبوا للاراده الشعبيه ويتراجعوا على التطبيع ديالهم اللي المجتمع المغربي كتشوفوه ما قابلوش، وما يمكنش اخلاقيا تكون عند دوله مسلمه علاقه مع الكيان الصهيوني اللي دابا عام وهو كيقتل في الابرياء بدعوى ان عنده استراتيجيه، وشي استراتيجيه ما عنده. عام داز قتلوا الاطفال، قتلوا النساء، قتلوا الشيوخ، قتلوا الابرياء، قتلوا المدنيين اللي ما داروا لهم والو، وحماس بقى واقفه، وحزب الله غادي يبقى واقف، لان هادو تنظيمات، راه تنظيمات كتمشى بطريقه مستقله على الناس اللي كيسيروها. فبالتالي ان يكون واحد السياسه ديال قتل المدنيين الابرياء نبروها بمحاربه منظمه اللي هي منظمه ديال المقاومه، كنظن كلشي عاق. لا داعي يكون عندك دكتوره ولا يكون عندك شي حاجه ولا تكون قاري قتل اكثر من المعدل باش تفهم بان الخرايف ديال الجحا هما هادو، واللي هما كيبقاو منظمات كتقاوم من اجل حريتها ومن اجل ارضها ومن اجل حقوقها في واحد المنطقه اللي كتغلي. وكنشوفوا بعينينا، راه كيكفي الواحد يشوف بعينيه بان راه كاين اطفال وابرياء هما اللي كيموتوا، هما اللي ضحايا لهذا الشيء كامل. فما يمكنناش حنا كمغاربه اخلاقيا نقبلوا هذا التصرف. ف هذا الناقب زيان هو ديما انا مليت زاديت، وهو مناصر ومدافع القضية الفلسطينية إلى حد اليوم. فأكيد لو كان حر غادي يكون معنا اليوم، هذه ما فيهاش الشك. ومن السجن ديالو راه كيعبر على الموقف ديالو من أجل غزة، من أجل فلسطين. كيدعم الحركة التحريرية المقاومة الفلسطينية واللبنانية، باقي كلنا عندنا امل اننا غادي نشوفوا ان شاء الله الدولة ديال فلسطين، لان هذاك هو، انك هذا هو الاصل، هذاك هو الطبيعه، هذاك هو الحق. القران الكريم راه يدعونا لنصر الحق، كلمه الحق كتعاود بزاف في القران الكريم، والحق هي الدوله ديال ديك الابرياء، ديك الفلسطينيين اللي تحرموا منا. فما يمكنش ربي ما ينصرش الحق. شكرا.